ولإلقاء المزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة المستشار مصعب عادل بوصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث رئيس اللجنة القانونية للانتخابات النيابية التكميلية بهيئة التشريع والرأي القانوني. بداية نرحب بك. ويعني أصدر سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرار بتحديد موعد الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب، ذلك في الدائرة التي خلت وهي الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، وحدد في القرار بتاريخ 7 سبتمبر القادم. هل لك أن تحدثنا عن مسار هذا الإجراء؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رحب بكم وسادة المشاهدين. نعم، يأتي قرار سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتباره إجراء تنظيمي وأيضا متطلب قانوني في حال خلو أي مقعد نيابي، بحيث أناط القانون بوزير العدل إصدار قرار تحديد ميعاد الانتخابات التكميلية، وأيضا تطلب القانون تحديدا يحدد هذا القرار تحديد فترة باب الترشيح لهذا المقعد. نعم. واستتباعا لذلك أصدر سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف اليوم قرار بتسمية أعضاء اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب، بالإضافة أن أصدر سعادة الوزير العدل قرار بتعيين المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني مدير تنفيذي للانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب في الدائرة اللي خلت، بالإضافة إلى صدوره لقرار أصدره قرار بتشكيل اللجنة الإشرافية أو اللجنة للإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب لهذه الدائرة اللي خلت واللي هي الدائرة الأولى بمحافظة المحرق. نعم سعادة المستشار، هل لك أن تطلعنا على أبرز المحطات الانتخابية وصولا إلى يوم الاقتراع؟ هو سلامك الله، هي نفس الإجراءات ونفس المحطات المتبعة في أي عملية انتخابية. عندنا 3 محطات رئيسية. المحطة الأولى تتمثل في عرض جداول الناخبين لهذه الدائرة، وكما ذكرنا أن هي الدائرة الأولى بمحافظة المحرق، وبيكون العرض بمقر اللجنة الإشرافية أو لجنة الإشراف على سلامة انتخاب عضو مجلس النواب. الغرض من عرض هذه الجداول لتمكين الناخبين في هذه الدائرة من التأكدون من صحة بياناتهم، وأيضا تقديم طلبات التغيير أو تصحيح بياناتهم في حال وجود أي ملاحظات بشأن هذه البيانات، وبيتم إن شاء الله الإعلان قريبا عن هذه المحطة. المرحلة الثانية بتكون فترة فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة المحرق، واللي بيّنها وحددها قرار سعادة وزير العدل، بتكون إن شاء الله من تاريخ 10 حتى تاريخ 12 أغسطس القادم. المحطة الثالثة هي محطة يوم الاقتراع، بتكون إن شاء الله على مرحلتين. المرحلة الأولى الاقتراع أو الانتخاب في خارج مملكة البحرين اللي حددها قرار سعادة وزير العدل، إن هي بتكون في السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية البحرينية إن شاء الله يوم الثلاثاء 3 سبتمبر، والانتخابات في داخل مملكة البحرين يكون يوم السبت 7 سبتمبر. أيضا في حال عدم حصول أحد المرشحين على الأغلبية المطلوبة، بطبيعة الحال بيكون هناك جولة إعادة، بيّنها أيضا قرار فتراتها قرار سعادة وزير العدل، إن شاء الله بيكون يوم 3 تاريخ 10 سبتمبر في الخارج، ويوم السبت تاريخ 14 سبتمبر في داخل مملكة البحرين. إذن سعادة المستشار مصعب عادل بوصيبع مدير إدارة الرأي القانوني والبحوث رئيس اللجنة القانونية للانتخابات النيابية التكميلية بهيئة التشريع والرأي القانوني، شكرا جزيلا لك.